مساء الخير، اهلا وسهلا فيكي. انا جايه من فلسطين وحملت لك بوسات كبار. بس كنت اقول لهم ان كل شخص التقي فيه وقال له انه راح اشوف ريمي بندلي يقول لي غسلوا وجهك يا أهل، اعطونا الطفوله. عن جد عن جد ما حدا نسيكي، الحمد لله ما حدا يعني بعدك بالبال. كتر خير، انا نشكر الله اكيد. ريمي بندلي اشتهرت بسنوات الثمانينات، طبع اسمك بذاكرتنا بظروف كانت كثير صعبه مرت فيها لبنان. بتخيل اليوم الدول العربيه العالم العربي كله عم بمر، حتى غنيه اعطونا الطفوله عم تمشي اليوم على كل، مش بس للبنان. لا اكيد مش بس للبنان، اكيد اكيد. ورح نحكي هلا كمان عن هالموضوع. بعدين بدي اقول اول اغانيكي كانت ايماني. ايماني احلى ايمان، مزبوط. وبعدين طبعا اغاني عندك شي 70 غنية تقريبا، مزبوط. وبعديها طبعا شفناك بفيلم، يعني انا زعلانه ليش ما ليه ما عم يعني كنت يا بيي، انا ما فيني اوصف ليه ما كملتي، يعني ليه؟ يعني اول شيء سبب الحرب، لانه كانت الحرب كتير قاسيه بلبنان، وكانوا اهلي خايفين انه نطلع بلا علم انا وخيي. فكان القرار انه نترك نهاجر، مع انه رجعنا عملنا حفله بال 92 بالبيكادلي، مزبوط. من بعد خلص يعني نحن كنا مستقرين بكندا يعني، وعم نعيش حياتنا هذيك الطبيعية مثلنا مثل كل هالعالم، بطريقة انه نقدر نكون عم ندرس وعم نكون عم نتعلم. هيدا اهم شيء كان بالنسبة لاهلي، يعني انه ندرس ونصير عالق ناس قادرين نتكل على نفسنا بدون ما نكون بس متكلين على الفن. وبعدين الظروف يعني شخصية، أكيد ظروف شخصية. تجوزت وكمان عشت برا مع جوزي، شغله بألمانيا. بس قبل كنا عايشين بالسويد، يعني كان كل شيء، كان كل اهتماماتي كانوا عن جد لنجاح عائلتي ونجاح بيتي، وبلش حياة حياة جديدة أنا وجوزي. إنه ما معقول كنت بلشها بفكرة إنه والله عم فكر أرجع على الفن. بقى من بعد يعني بال 2015 حكينا كثير انا وجوزي، واتفقنا انه خلص صار وقت انه نرجع. اكيد ان السبب الرئيسي لانه ارجع هو لانه انتم ما نسيتوني. عشان هيك البومي الاول سميته منسيت، لانه انتم ما نسيتوني. من الحاله ريمي بندلي، شو حلو. يعني اليوم ريمي بندلي عم بتكون استمراريه لا وقت أكيد. بلشت فيه وبدها هلا تكمل. اكيد طب اذا بدنا نحكي عن هالموضوع، اليوم الساحه الفنيه تعج بالفنانين وصغير ما نسيناها هلا ريمي بندلي، ما فينا يعني ننكر هالشيء. بس ما بتشوفي انه رح يكون في صعوبه؟ الطريق مش رح تكون سهله. اكيد الطريق صعبه بس بالنتيجه انا مقتنعه بالشيء اللي عم بقدمه. نعم، ومقتنعه انه الموسيقى ذوق، وفي ناس رح تحب هيدا النوع من الموسيقى مثل ما في ناس بتحب غير انواع الموسيقى. انا اللي عملته وعملت اللي انا بحبه، احساسي شعوري، محبتي للموسيقى، اخلاصي للموسيقى. يعني الموسيقى انا والموسيقى عشي طعم. اليوم انت كمان معلمة موسيقى، مزبوط. هلا وقت الحالي هلا وقت الحالي عم اشتغل اكثر على الكارير تبعي، يعني عم بعمل حفلات وعم سافر كتير. يعني جوزك اليوم واقف حدك، يعني مرة أكيد كان ريمي بندلي كان واقف جنب ريمي بندلي، مزبوط. طب انفصال الأب عن ريمي بندلي ما أخر شهرته؟ لا أبدا، بعتقد عادي، يعني اتفاق بيني وبين العائلة. يعني وقت قررت أنه أنا أعمل ألبوم لوحدي كان عن جد لبرهن للكل، مش بس لأهلي، أنا بقدر، أنا بعرف، أنا بقدر لحن، أنا بقدر غني، أنا بقدر أعمل حفلات. أكيد أن وراء الكواليس على طول داعمين وكل شيء، بس كل شيء رح تشوفوه، كل شيء بتشوفوه مني هو 100% من ريمي والإكيب تبع ريمي. يعني العالم اللي عن جد مأمنين
بمسيرتي هلا ريمي بندلي. ريمي بندلي هلا. طب ما كنت بتتمني ريمي انه عائلة بندلي الاثناعش يعني للعالم هالقد كتير حبتهم؟ عن جد كبرنا كمان على هالشيء وحبيناكم وحفظنا اغانيكم ورددناها كمان. يعني لو ريمي بندلي بهالاطار ما كنت بتحبه؟ لا مش ما كنت بحب. ما بدنا ننسى انه عم نحكي عن جيل كتير بيختلف. ما بدنا ننسى انه مثل ما انا كبرت هني كمان كبروا. يعني هني كمان تطوروا اذا بدك وانا تطورت. ما بعتقد قادرين نكون عم نعمل شيء سوا. بس مش يعني ما بقدرهم شغلهم وفنهم. بالعكس في قصص ما بتموت. والحمد لله حول دليل انه اغاني بعد لهلا عايشه وفي كثير اغاني للبندلي بعد عايشه. ريمي بندلي راضي عن ريمي بندلي؟ ليش ما يكون راضي؟ بالعكس بكره جاي العالم تشوف ريمي بندلي الصبيه مزبوط مش الصغيره. قديش رح تقدر ريمي بندلي على المسرح تشيل من مخيلة الناس ريمي بندلي الصغير يلي أبداً. لا أبداً. اليوم انت بلوك جديد. انا بلوك جديد شو يعني راح بعد مثل ما انا بعد زيت الضحكة بعد زيت العيون. يعني التلفزيون على فكرة ايه؟ ظالمك ليه؟ كثير من اي ناحية كثير. يعني انا هلأ شايفيتك مقابيلي you are so beautiful. thank you. التلفزيون شوي منصحك. هو التلفزيون بزيد 7 كيلو قلت ايه وقلت لها مظبوط. لا بس اللي بشوفك لايف افضل بكتير من انه يشوفك على التي في. ثانك يو. اي ثينك هيك. ثانك يو ثانك يو. ما بعرف تزعلي مني؟ ابدا ابدا بالعكس. ايه بالفعل وجهك ذا سيم نفس الشيء هالطفوله. شكرا. اللي انا شفتها لريمي على التي في لما كانت كثير بكيتينا لما غنيتي اعطونا الطفوله بدك تبكي العالم بكره. ان شاء الله ما ببكيهم الا دموع فرح خليني اقول هيك ان شاء الله. بس تكون دموع انه نوستالجيا وذكريات حلوه عشناها سوا لانه انا جاي اشوف اصحابي جايين كلنا نقعد بهيدا البيت لحتى نجتمع ونغني ونرجع نتذكر. مشتاقه اكيد اكيد. مش اول مره بعمان كنتي بعمان؟ اكيد انا صغيره كنت عطول سنه 25 سنة. أنا صغيرة بلشت ب85 وبلشت انطلاقة الفنية بلشت من عمان عشان هيك عمان إلا نكهة غير. يا صحلا. بس كمان كنت بالكويت وكنتي كثير الدول العربية وكويت وبحرين وقطر وأبو ظبي ودبي. يعني سافرنا كثير برمنا كثير. طب أعطونا الطفولة هي اللي أعطت ريمي بندلي أنه يكون لها الانتشار وتلف الدول العربية كمان. نفس الشيء بأمريكا كنتي وبعدة دول. هلأ إنه هل الألبوم منسيت هل رح كمان يعمل أنه ريمي بندلي تبرم العالم؟ شو لا أنا ما بزعل أبدا. يعني بالعكس بحب كتير إنه العالم تعطيني فرصة وتتعرف علي تتعرف على الأغاني الجديدة على نمط جديد من الألحان إذا بدك. وحلو حلو الواحد يجدد حلو الواحد يتقدم وما يطلع على الماضي إلا كرمال الحنين تبعه بس مش يبقى علقان بالماضي. أهم شيء نعرف كيف نقدر نمشي لقدام ونقدر نضلنا عم نكون على تطور وعلى تقدم وعلى انفتاح لكل شيء. قديش متأثري انه بكره بدك تقفي قدام جمهورك يلي تركتيه 29 سنة؟ انا عرفت انه انا سمعت تقريبا كل لقاءاتك وانا ما حبيت انه يكون لقاءنا بيشبه هذيك اللقاءات. يعني كثير حكيت انه عن الاستمراريه عن انه انت وصغيره كنت تطلعي على المسرح. ما كنت تخافي بالعكس كان لعبتك كان لعبتك بعده لعبتك اكيد. احلى محل بتنزحي بعد لهلا بحس حالي عادي بطلع مش المايك ما عنده رهبه عندك اليوم؟ ما بحس عادي. ما عندك خوف بكره انه بدك تلتقي؟ مش خوف. شو عندك؟ اكيد التراك مش خوف. ما بعرف شو التراك بالعربي انه الواحد هذا الشعور اللي بتحسيه بمعدتك قبل ما تطلع بدك تعملي شيء وعندك شيء مهم. أيوة. بس بيروح دغري الرعشه اذا بدك التراك هي الرعشه مظبوط التراك. المهم
ما في يعني أول ما يطلع صوتي بطل موجود هذا الشعور، بصير شعور كثير عادي. بحس إذا فقدت هذا الشيء هذا الشعور بحس المسرح ما بقى يعني لشيء. بقى ضروري بحس أصلا بحس كل العالم اللي بتطلع المسرح بتمثل قدام التلفزيون قدام الناس عندهم عطول هيدا الشعور أنه بدهم يكونوا أحسن والأفضل كل مرة يكونوا عن جدد مع نفسهم لحتى يقدموا الأحلى. أكيد بقى أنا زيت الشيء ما بيحلى ما بحلى. بعشرين نوفمبر مضيتي ألبومك الجديد منسي 9 أغاني من ألحانك، وطبعا أخذتي كلمات من عدة أشخاص. أكيد. شو صدى الألبوم اليوم؟ صدى حلو، صدى إنه يعني العالم عم بتحب هالنوع من الموسيقى اللي منه كتير عم نسمعه على الراديو. صحيح. اليوم تعرفي الريتم السريع. أكيد. بس الريتم السريع بعتقد هي الموسيقى التجارية. نحنا يعني أنا هدفي كان موسيقى عن جد اللي أنا بحبها. بقى مشان هيك أصريت أن أعمل منسيت مثل ما أنا بشوفه. مشان هيك ما خليت حدا يأثر علي من برا اللي لا لازم تكون تجارية لحتى تمشي. أنا الهدف تبعي مش أني أمشي، أنا الهدف تبعي أنه العالم تضل عم تحب موسيقتي تحب صوتي. شكرا لألي. خليني أرجع شوي لأعطونا الطفولة. أكيد. أعطونا الطفولة هي اللي بكت العالم وقتها. كان لبنان عم بمر بفترة كتير صعبة. اليوم العالم العربي كمان عم موجوع. أكيد. كل العالم العربي موجوع بفلسطين زي ما قلت لك. أكيد. بس قلت كمان موجوعين وبس. أكيد. قلت لهم رايح أشوف ريمي بندلي. عن جد قلت لك إنه حسدوني يمكن وحياتك. شو بدك تقولي لهم يعني حتى اليوم إذا هن غنوا أعطونا الطفولة تمشي؟ أكيد بتمشي لسوء الحظ يعني للأسف لأنه ممنوع بقى نغني عطونا الطفولة إلا لنتذكر إلا لحتى نوعى إنه هالولاد بحقلهم بطفولتهم. ممنوع نغني عطونا الطفولة ونطلبها عن جد لأنه في ولاد محرومين، في ولاد عم بتموت، وفي ولاد منا مبسوطة ما عم نعطيهم أقل شيء اللي أبسط فيه. صح. إنه يعيشوا بأمان. صح. ويكبروا ويحسوا حالهم إنه هن مرتاحين منا خايفين من شيء. نحن أطفال حرب عشنا الحرب ومنعرف كتير منيح شو هي الحرب. صح. يعني مشان هيك أنا هلأ وقت بغني عطونا الطفولة بعد بتحسسني بأكتر بحس حالي مجروحة من جوا لأنه بعده هيدا الشيء عم نعيشه وياريت ما عم نعيشه وياريت خلص بقى يصير في سلام وكلنا نحب بعض. قديت تتوجع يلي عم بيصير بكل العالم العربي يعني بسوريا؟ أكيد. الأطفال ياما على التلفزيون أو على السوشيال ميديا بشوف قصص بصير أقول طيب أنه أوكي وبعدين وبقى شو خصهم عمره حربكم لوحدكم ما تدخلوا ناس بريئة أطفال بريئة شو خاصة ما فيني ما أتأثر ما فيني ما أحس بالوجع لأنه أنا عشتها. أنا قعدت بالملجأ ومش عارفة أي ساعة بتنزل أزيفة هون أي ساعة يعني بعرف هيدا الشعور كتير منيح. صحيح. شو بعد عمان؟ في كتير مشاريع. كان عندك حفلة بلبنان وهلأ عمان ويمكن يكون عندي بعد حفلة إذا الله رب بقدر كمان بلبنان بغير منطقة. يعني الهدف أنه أكيد وصل لعدد كتير كبير من البلدان الدول المناطق كان بلبنان بالأردن ما بعرف وين معقول بعدين أروح شعرفني أمريكا أستراليا كندا ما بعرف إن شاء الله خير. في كتير حكي عم يصير معنا شوي شوي كل شيء بوقته حلو حلو. طب إذا حكينا عن عائلتك الصغيرة ريمي بندلي وزوجة في بيبيز؟ لا ما في بيبيز. البيبي تبعي هو منسيت هو ألبومي هذا أول بيبي لألي. أكيد أحلى بيبي لهلا. أحلى بيبي. عم بتحبي العائلة أكيد عم بتفكري؟ أكيد إحنا على طول بنفكر بهذا الموضوع بس مثل ما الله بيريد. طب شو بدك تقولي حايك بنت طرابلس؟ أنت كمان لين حايك؟ لين بتكون بنتها لبنت عمتي يعني من العائلة. يا بي خي 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 معقول يعني إنه طلعت ريمي بندل الطفلة كمان لين يعني لين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو بتقولي لها؟ الله يحميها ويحمي لها صوتها ويحمي لها أهلها وتضلها محافظة على حالها
واهم شيء الدرس، لانه هي بتعرف امها كمان ما بترضى زيت التربيه، يعني نحن زيت البيت. صحيح يعني صحيح. يعني كل شيء كل شيء الهويه اللي نحن تعلمناها من اهلنا ان شاء الله هي كمان تكبر فيهم ويكبروا فيها وتعطيهم لاولادها بكره بالمستقبل بعد عمرا طويلا من بعد كل شهاداتها وكل شيء. بتحلمي تيجي على فلسطين؟ أكيد. ناطرينك كتار يعني. أكيد. بتمنوا شو بتحكي عن الموضوع؟ بتمنى روح على فلسطين ان شاء الله يا رب بيجي يوم. انا بوعدكم اكيد بده يجي يوم طبيعي. عندك امال ايمان؟ شو عشو مستندي انه رح يجي نهار؟ مش مستندي. كيف خبري النتيجه؟ بده يجي نهار وروح. بده يجي نهار ما معقول ما روح. ما معقول ما معقول. شقفه من منطقتنا قد ما كان. انا كمان عندي حلم الحدود كلها تنهار. بلا حدود لشو؟ شو بدك تقولي لهم؟ بحبهم. هني حملوني سلام وبوسات. انا بو كتار كتار كتار. انا ببوسهم كتير وبحبهم كتير. اذا بنقدر نتلاقى ان شاء الله يا رب نتلاقى قريبا. ما بتمنى لكم الا كل شيء حلو، كل المحبه وكل السلام الداخلي والخارجي بالبلد ان شاء الله يا رب. انا بدي اشكرك. ميرسي كثير لك. ان شاء الله حبيتي الحديث كثير حلو. يعطيك الف عافيه. بتخيل يمكن كان بيختلف عن الكثير اسئله حسيتها كثير كانت هيك تشبه بعضها. اليوم هيك دخلنا يمكن اكثر لزواريب ثانيه. بدي اشكرك من كل قلبي على امل انه نرجع نلتقي كمان مره ونشوفك على المسرح بتالق ان شاء الله. يعني سهرة رح تكون ولعانة. أكيد أكيد.